الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم حنكون في كار فري داي أو اليوم الخالي من السيارات في وسط جاكرتا. تعرفوا إيش هذه الفعالية؟ خلوكم معنا. للناس اللي ما اشتركت في القناة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. هيا بنا. هذا السكوتر كهربائي يمديك تستخدمه بالكهرباء ويمديك تمشي فيه زي كذا اذا غلقت عليك البطارية. اليوم عشان كار فري داي فقلنا نستخدم السكوتر بدل ما نروح عادة بالدراجة النارية والدفار. رايحين المحطة، بعدين من المحطة نروح لوسط جاكرتا. يلا كلهم قواد ركوب الدراجة، خاصة دراجاتهم اللي تطبق زي السكوتر. دائما يسووا جروبات، تعرفون ياخذوا مسافات. طبعا هذه الشوارع الجانبية اللي جالان سديرمان فيبيعوا فيها بايعي الأكلات وغيرها من البضائع. شوفوا كان في بضائع أخرى، ملابس، أحذية وغيرها. شوف هذول جروب كبار في السن ولكن يهرولون كويس. طبعا هذا المسار من جهة موناس الى بلوك ام، وانت ممنوع انك تمشي في وسط هذه السكة عكس الناس. اذا بتمشي عكس الناس تمشي في الرصيف هنا. احنا رايحين لين الدوار هوتيل اندونيسيا او بندر انهائي معروف هنا. شوف الناس طبعا يمارسوا رياضة الهرولة والمشي وأيضا ركوب الدراجة. إذا أيضا عندك سكوتر زي مسموح لك. طبعا فقط الباصوي اللي مسموح له إنه يمشي في هذا الشارع لأنه يوصل الناس للمحطات، والناس تنزل في المحطات وتكمل مشي وهرولة في جالان سديرمان او طريق سديرمان. شوفوا فقط الباصوي. طبعا هذولي شوفوا هنا مسوين زي الاحتفالية المصغرة. كيف طلعين الاطفال عشان يتصوروا مع البوليس. شوفوا هذول العوائل. طبعا الدنيا سمحة، الدنيا سمحة وعايشين حياتهم، الحياة حلوة. شوفوا كيف هذا العسكر ياخذ دراجته ويبغى ياخذ لفة جنب. طبعا هذه الخدمات كلها توفرها شرطة او بوليس جاكرتا. عندنا ايضا سيارة الجولف للطوارئ، اذا كانوا في حالة طارئة ولا شيء يقدروا ياخذوها. هذه الدراجات شوفوا كيف هذول هم الخيل العربي الاصيل. هناك زي ما قلنا من هولندا، عندهم تقريبا 4-6 خيول. طبعا 2 عربية و4 من هولندا لحفظ الامن، و طبعا عشان يشيكوا على الاوضاع كلها. شوفوا كيف الحال.
يجون هذول من مطعم بندر جاكرتا، سوين فعالية واحتفال 21 سنة على مطعم بندر جاكرتا. طبعا توجد محطات كثيرة لل MRT اللي هي القطار تحت الأرض، محطات كثيرة هنا والجهة الأخرى أيضا شوفوا هناك شايفين. فطول الطريق هذا في محطات لل MRT. عن فعالية الكار فري داي، أول مرة عملوها في جاكرتا عام 2007، في سبتمبر عام 2007 أول فعالية قاموا بها حكومة جاكرتا لتكفيل الطرق من تقريبا موناس إلى بلوك إم. فهذا الشارع ممنوع فيه أي سيارة غير الباصوي فقط. كل يوم أحد هذه الفعالية موجودة في هذا الشارع. ليش؟ لأنهم يبغوا يقللوا من انبعاثات الكربون من السيارات وغيرها. فهذه هي فائدة كار فري داي، عشان يحافظوا على الجو وعلى نقاء الأكسجين في وسط جاكرتا. لكل مدينة من مدن إندونيسيا كلها تقريبا يوجد لديهم طريق خاص يوم الأحد من الساعة 6 إلى الساعة 11 تقريبا أو الساعة 10 حسب حكومة المنطقة، يقفلوا الطرق للسيارات ويخلوها مفتوح للكار فري داي. طبعا في عدة مدن منها باندونغ، تانغرانغ، غيرها ميدان، غير المدن كلها، لكن جاكرتا هنا بالذات هذا أطول مسار لكار فري داي، تقريبا 16 كيلو إلى 17 كيلو متر، بداية من موناس في ذيك المنطقة إلى هنا. تعالوا شوفوا هناك طبعا بلوك إم، يعني مسافة تقريبا 16 إلى 17 كيلو، هذه كلها يقفلوها من السيارات، فقط الباصوي هو اللي يقدر يعدي. فهذه هي فعالية كار فري داي. يوجد في قرب من بندر نهائي أو مدور هوتل إندونيسيا ودوكو أتس، المكان هذا بينهم في حصص رياضية مفتوحة للجميع. الحصة الرياضية عبارة عن ايروبيك أو في بعضهم يقولون عنها السويدي، أو التمارين الرياضية السريعة مع الموسيقى، فهي مفتوحة للجميع، لأي واحد يبغى يشارك في ذي المنطقة تقريبا ما بين دوكو أتس وبندر نهائي أو دوار هوتيل إندونيسيا في ذلك المكان. هذا المكان جميل جدا للناس اللي يحبوا الرياضة، تمام، وخاصة الناس اللي من برا إندونيسيا، الأجانب بشكل عام، عشان يتعرفوا على ثقافة البلد وثقافة أهل هذه المنطقة خاصة جاكرتا. هنا ممكن تقابل ناس من جميع أنحاء إندونيسيا، وأيضا تتعرف على العادات والتقاليد، وأيضا الأكلات الموجودة في الشوارع. هذه كلها فرصة أن واحد يتعرف على الأكلات الإندونيسية بشكل عام، وبعض الأحيان يسووا فعاليات لبس العادات والتقاليد لكل منطقة، فأيضا هذه فرصة أن الواحد يتعرف على اللبس للعادات والتقاليد لكل منطقة في إندونيسيا. طبعا تعب ماشي من الساعة تقريبا 7 لحين الساعة تقريبا 9، فساعتين مشي رايحين جايين. طبعا استرحنا بعض الأماكن وأكلنا شوية حاجات، ولكن يظل الحر للكالوري أو السعرات الحرارية موجود في هذا الشارع
طبعا ناس تمشي على مهلها وناس بالدراجة وغيرها من أشياء، فطبيعي الحياة طبيعية، فعادي الباص هيعدي قبل شوية. واو شفت الباص؟ طبعا هنا مو ناس، شوفوا مو ناس، شايفين مو ناس هناك ورا الأشجار شايفينه بالضبط تحت الإشارة فوق الأشجار. إذا من هنا إلى هناك المكان هذا يتقفل لكار فري داي كل يوم أحد، طبعا فقط قفلوا في فترة كورونا في تقريبا شهر مارس 2020، وبعد كده فتحوه في عام 22 مرة أخرى للشعب عشان يمارس الرياضة. كانت هذه نهاية حلقتنا اليوم، إذا عجبكم الفيديو انشروا في كل مكان وادعمونا باللايكات واعطونا رأيكم في الكومنت، ولا تنسوا تشوفوا الحلقات السابقة. سامبا يجون بلاقي دنيش الحياة للأمام لا تنجبنا.